مرحبا بكم. اليوم نوريكم كيفاش تخدموا العجينه تاع التمر اللي تحضروا بها المقروط. كاين اللي يحب يشريها جاهزه وكاين اللي يحب يخدمها في البيت. استعملت التمر اللي طري شويه ويجي معسل. نحيت له العظم اللي فيه يعني النواه. تقريبا كامل بيوت بكري كانت عندهم هاد الرحيوه، يستعملوها للحم باش يرحيوه وكذلك الاعشاب، وتقدروا تخدموا بها حتى الحلوه. راني درت لكم الوصفه تاع حلوه اللمبوط بهاد الماشينه. نحيت لها بياسه وبلاصه اللمبوط. بهذه الطريقه التمر يولي معجن مليح، حتى اللي تشريوه معجن تقدروا تعاودوا تجوزوا في هذه الماشينه. بعد ما تكملوا الكميه كامله اللي تحتاجوها اللي تخدموا بها الحلوه، حطوا في كاسرونه تكون خشينه يعني سميكه، وحطوا الكاسرونه على نار هاديه، ماشي طيبوه غير دفيوه برك هذا ما كان. بعدوها من النار وقعدوا تحركوا كما راكم تشوفوا. زيدوا على التمر طريف تاع الزبده، من احسن زبده حره، حوالي 20 غرام يعني على حسب الكميه اللي عندكم تاع التمر. اذا درتوا كميه كبيره زيدوا في الكميه تاع الزبده والقليل من القرفه. كاين اللي يحب يزيد جوزة الطيب والقرنفل المرحي، بالنسبه ليا نفضل القرفه فقط في الحشو نتاع المقروط، وطبعا كل واحد والذوق ديالو. تشوفوا الزبده دابت وتخلطت مليح مع التمر، حطوه في صحن. ديروه في الثلاجه باش يزيد يحتم روحو خير. انا خرجته من الثلاجة، زاد حكم روحو ونقدر نستعمله كما نحب. باش يجيكم ساهل كي تحطوه في المقروط، من احسن توجدوا الحربوش من قبل. ديروا زوج ثلاثة على حسب التمر اللي عندكم، ولازم تدهنوا يديكم بالزيت باش ما يلصقلكمش في يديكم. وجدوا العجينة تاعكم تاع المقروط، انا وريت لكم بزاف وصفات تاع المقروط من قبل، وهذه طريقة تاع اللي تخدموا بها المقروط تاع التمر. طبعا كاين افكار اخرى، كل واحد عنده الطريقه ديالو. تحبوا تقطعوه مباشره ولا تستعملوا الطابع؟ من الأحسن تكملوا كامل الحربوش بالطابع. درت غير هذا الطرف باش تشوفوا، ومن بعد نكمل اللي بقى. تحبوا تقليوه ولا ديروه في الفرن؟ بعد ما طيبتوه في الفرن وخذا هذا اللون اللي راكم تشوفوه فيه، عسلتوه. المقروط تاع المقله ولا تاع الكوشه ما تخليهوش حتى يبرد باش تعسلوه.
وإلى الملتقى مع فيديو آخر إن شاء الله.